احمد كرنشي الى اسماعيل وبالراس جول. المدافع حماك لا يستغلون الركلات الثابته، هل يستغلها شيخ الانديه؟ ملعوبه اماميه، يا الله خطأ خطير لنادي هجر، فرصة لام تسديدة على المرمى تصطدم وتعود فرصة هدف، فرصة هدف جول لهجر. جهاد زويد، مرور من جهاد يبدأ الآن إلى معاذ إلى فهد من جديد، وتدخل من حسن حربي إلى خارج الملعب. سلبي في الجولة 23، المدرب هذا المدرب كان قد أشرف على فريق الأنصار في 2018 وثم ذهب للدوري العماني في المقدمة 21. يقف التونسي يوسف المناعي خلف هذه التشكيلة، أما الضيف بالشعار الكحلي من يلعب على يسار مشاهدي السعودية الرياضية لاعب سعيد القرني، يا الآن بطاقة صفراء تظهر، خطر يلعب الآن ينفذ، والرأس تأتي في المرمى، الله على فرصة هدف ثالث. مدينة الضباب، كرة على اليمين السميري، مشي كرة نقلة، فرصة الحربي لكن تقطع من أمامه، تغطية دفاعية. الطائي عند أبو الوصوف، كرة تلعب بالرأس بين الفريقين، أداء متوسط من الفريقين، نتمنى أن نشاهد أكثر إثارة ومتعة خلال الدقائق القادمة وخلال شوط المباراة الثاني. كرة تلعب طويل لأندية الدرجة الأولى، كما ذكرت أعلى نسبة تهديف هي الجولة السادسة في المركز الأول. ضربة الزاوية، مجرشي بتنفيذ ضربة ركنية، العرضية محاولة رأسية تمر من الجميع، خطيرة والتسديد، الله خطيرة. أصيب في لقاء التعاون في بطولة الكأس على أرضية هذا الملعب، غاب بعد ذلك أوتارا، عوض العين يريد التسجيل في بداية اللقاء هنا حتى يعني مفاجآت فريق جد. اللاعب الذي كانت له كرة لامست القائم، هنا المحاولة والعرضية والرأس إلى خارج أرضية الملعب، حسن الحربي والكرة إلى خارج يعني مكسب كبير لفريق العين، اللاعب خالد الزيلعي، كرة ملعوبة قصد سريع، الكرة طويلة ليه أبو بكر، والهجمة تقريبا أخيرة، كرة طويلة محاولة رأسية الابعاد، يا رمية جانبية، وقوع الارض الكعب، تاهلنا بالكعب تمريرة، ولكن صبياني في الابعاد، راسية لا زالت الكرة للجبلي في فرق تبحث عن بالنسبة لل العين مع الثقبة هنا راسية، لكن على تنفيذ ركلة الزاوية تنفذ بالراس تبعد أبو بكر وسلي أمامية بالرأس، تخلص البريه إلى سار، سريعة جميلة منظمة، أبو بكر سيلة علق معلق، علق فرصة رأسية على المرمى، يبحثون عن ثالث، يبحث باش واحد من اللاعبين نادي حطين، واحد من الخبرة المفروض يتعامل في بعض الكرات بشكل أهدى، فريق متأخر فريق خاسر، كرة تلعب الآن في التعديل يريدون، لكنهم هل يسجلون أم لا؟ هل كرة ملعوبة بشكل سريع، الله على حسن حربي، الله على رجل، يصلون لكنهم لا يسجلون، وهذا الكلام اللي تكلم فيه المدرب ماهر الشمري، كما التدخل والمناوشات في منطقة الجزاء، عرضية الكرة خطيرة أمامية راسية ولكن تعود أمامية لصالح حجر، عبد الله اليوسف
على التنفيذ وجلسة الدخيل. كرة الآن بالرأس الحربي وإلى خارج الملعب. حسام الطبوبي في تنفيذ كرة ثابتة لابها، يلعب كرة عرضية، محاولة رأسية تمر من الجميع إلى القيسي. في استاد الأمير عبدالله بن جلويب بالأحساء، أينما يذهب الهلال يجد أن ملعبه وجماهيره يجد أنه بين أرى إلى مرمى الصبري. كرة طولية خاطئة بتعود عبد الرحمن الحريب، هيثم يحتفلون. لاعب سعيد القرني يا الان بطاقه صفراء تظهر، خطا يلعب الان ينفذ والراسيه تاتي في المرمى. الله على فرصه هدف ثالث. اللاعب الذي كانت له كره لامست القائم، هنا المحاوله والعرضيه والراسيه الى خارج ارضيه الملعب. حسن الحربي والكره الى خارج ارضيه. بالنسبه لل العين مع الثقبه بهنا راسيه، لكن سريعة جميلة منظمة. أبو بكر سيلة علق معلق، علق فرصة راسية على المرمى، يبحثون عن ثالث، يبحث لصالح حجر عبد الله اليوسف على التنفيذ وجلسة الدخيل. كرة الآن بالرأس الحربي وإلى خارج الملعب. نادي العين مباراة مهمة للفريقين، يعني حتى لو كانت أهم لنادي العين نحو الصدارة، لكن أيضا نادي الجيل يبحث عن مكانه في سلم الترتيب في أرضية، وكأن مع فريقه في أرضية المباراة، متحمس يريد أن يقدم ما عنده بخبرة السنين لنادي العين ولأهالي لنادي الخليج. في هذه الجولة حراجين عبد الهادي يلعب الخطأ والرأسية والإبعاد يأتي. الله على الخليج على هذا. الكرة من جديد زكريا سامي عرضية، ولكن كرة تعود شعلاوية من جديد، مامادو طميحي، طميحي لمامادو والتسديدة والابعاد. فريقين بعد تقدم العين، سالم علي يلعب كرة طويلة، محاولة راسية تمر من الجميع، سعد الدوسري وين يا سعد؟ يعني في الدور الأول ولبعض لبعض الجولات هناك أندية تتصدر لكن بعد ذلك تختفي، لكن تحدث عن بطل كرة لدى باع عبد الرحمن القين يلعب كرة عرضية، محاولة خطيرة تمر من الجميع والإبعاد، حاضر الغامدي والكرة حلوة. ضربة ركنية الآن الفريق العي أو الأحدي، العرضية والكرة تعود من جديد، استلام وإبعاد الكرة لصالح ضربة ركنية الآن هي الأولى بالنسبة للأنصار. حمزة آيات يلعب الضربة ركنية راسية تبعد، تعود الآن، المحاولة مستمرة، كورة خطيرة على مرمى نادي العين وركلة الزاوية لنادي التقدم. الله على كورة وراسية ولكن تتخلى، ينتظر فرصة وينتظر كرة ثابتة أو متحركة قريبة، ولكن شوف العرضية، محاولة من جورجي دي سيلفا الآن، كنترول حتى هذا لاعب في دوري محترف. فقده نادي هجر بالمناسبة، هذا لاعب متميز فيصل الدوسري، مهاجم يعني سريع، مهاجم خطر، الآن يتواجد مع الفريق لمصلحة صاحب أقل سلسلة خسائر في الدوري، خطيرة ولكن حسن حربي يخلصها، تعود من جديد لمصلحة زاوية. الجهني فيصل، فيصل الجهني على تنفيذ ركلة الزاوية والرأسية تأتي والإبعاد الأقرب في قائمة حكام هذا اللقاء وقائديه الفنية. كرة ملعوبة بشكل سريع، التغطية هنا من حسن حربي، ملعوبة الكرة ولكن جميلة، عاصمة السياحة العربية، الكرة ملعوبة، يا الله أي جنون. على تنفيذ الكرة الثابتة تنفذ داخل منطقة الجزاء بالرأس تبعد وتسديدة، وكرة فيها خطورة لا زالت. شوف الإعادة
سريعة من سليمان، عادة العساف، تم الكرة، سعيد رزيقي يحاول يلعب كرة عرضية جميلة، ولكن الكرة تذهب إلى ضربة ركنية. بدأ الطائي يتحرك. بالنسبة لفريق جدة، هل من استفادة من الكرة الثابتة؟ الكرة عالية راسية تمر، الكرة تعدي تعود مرة أخرى لصالح فريق جدة. تمرير الكرة مرة لصالح فريق جدة، التمريرة كرنشي خطير يلعب الكرة، يا سلام الرهيب عرضية، جول، الله، عدت الكرة إلى خارج.